عندك لان في دورات اسعافات اوليه لبعض الكتائب موجوده عندنا هون في مدينه طرق ان شاء الله. اخواننا في لواء الاسلام هن اللي بادروا في هذا الموضوع كلواء اسود الاسلام. شلون هم شفت دكتور هم تشرف معك؟ مبادره رائعه كانت منكم تمام من اخونا ابو عبد الله الله يجزيه الخير. هو اجى لعنا على المشفى اقترح انه بدهم دوره اسعافات اوليه بحيث انه اذا كانوا في ارض المعركه مشان اخواننا المجاهدين الله يجزيهم الخير يعني ان شاء الله نحن ما بيكون لا في اصابات ولا نحتاج حتى لنخطط طبيا يعني باذن الله منصورين نحن تمام. ولكن لعلنا مع سنسويها في كل الاحتياطات فنعلم اخواننا المجاهدين بالامكانيه المحدوده. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. كتاب اسم الاسلام تابع للواد التوحيد الفجر 24 بس طلع دم شكرا كتيبة طبية لتحت شوي بسم الله ما تغرز كتير ها وجوه نزل عليك عجل رص إيدك بسم الله. هلا حاليا نحن عم نعلم ان شاء الله نقطه طبيه بحيث انه يكونوا جاهزين ان شاء الله ومستعدين. بس تاكد انت انه لازم يكون طلع الدم بالوريد حتى تاكد انه انت داخل في قلب الوريد فعلا تمام. في حال ما مشي الحال انك ترجع تسكر هذا الموضوع هيك تمام. طبعا لا مو الطراحه تحول مسكه اعمق شوي تمام بهذا الشكل تمام. الله هلا صار نظامي. ايش الورده اللي عندك؟ سبحان الله. تمام؟ وين هذا؟ شك اول شيء. انت رص هون؟ رص هون محمد محمد رص هون. خلص ورص سكر. بدك تسكر على الصورة ولا صورة؟ سكر على الصورة. الأمر يا شيخ وين رايح؟ ايوه بس ورصه وسكره. يا خلص سدت بلاستات؟ نزل الفراشات او شيء من الميج هاي نزلها الميج نزلها الشباب ان شاء الله قائمين على مشروع وضع الكمامات تمام او الاقنعه الكيماويه. الشباب جاهزين بس مشان قائمين على مشروع الاقنعه الكيماويه. نحن رح نتعلم كيفيه تصنيع الاقنعه الكيماويه تمام ضد الكيماوي اللي عم تضربه ابن الحرام تمام اللي عم تضرب على شعبه تمام. واللي سلم شرفه العسكري بعد هو دوز سلاحه والشرف العسكري راح سلم شرفه العسكري بس هلا بدون شرف تمام. طيب رح نتعلم نتعامل مع الكيماوي كيفيه دخول السم الى الجسم تمام شلون نتعامل يعني انا في عم نضرب الكيماوي عن طريق امتصاص الجلد تمام. انت رح تتعامل في هذا الموضوع انه شلون تعالجه تمام. ان شاء الله هي دورتنا تكون يعني بسيطه ان شاء الله تعالى وما في مشكله عليها ان شاء الله. الله يجزيكم خير. جلد ايه دارس كمان عن جروبه مين يشتغلوا مجهودا خيرا عن بعض الأكباء والممرضين لعمل دورة إسعافية لأبطال الجيش الحر في مدينة الطبقة كتاب السد الإسلام. هذه لقطات من هذه الدورة نطال الجيش الحر. أسعد نفسك بنفسك جزاهم الله خير. ايش بدك تسوي؟ ما في رفع على اي شيء بدك تسوي؟ حاضر. حاضر. لا 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 حاض
بجهود خيرة من بعض الأطباء والممرضين في مدينة الطبقة القيام بدورة إسعافية لأبطال الجيش الحر في مدينة الطبقة. بجهود خيرة من بعض الممرضين والأطباء القيام بدورة إسعافية لمعالجة لتعليم أبطال الجيش الحر طريقة الإسعافات الأولية للجرحى في المعارك. كتاب السد الاسلام 2024 شوفي انه علمت خلص شيل اول شغله بتعمله شيل المقطعه شيل المقطعه فوق ايوه طيب فتح اختار بس اشوفه انه فتح ورد ولا شو بده يشوف افتح هاي شوف هاي جد طلعت نقطه دم هون الدكتور هذا كيف كان يلا بتفتح بتفتح الورد بس تكون جاهز ضغط مين كان مشان ما ضغط شوف الدم طلع ما طلع خيرا بعض الأطباء والممرضين في مدينة الطبقة القيام بدورة إسعافات أولية لتعليم أبطال الجيش الحر إسعاف أنفسهم في المعارك. كتاب السد الإسلام 2024 لواء التوحيد. الدورة الآن لأبطال كتاب السد الإسلام 2024 لواء التوحيد. جهود خيرا بعد الأطباء والممرضين في مدينة الطبقة القيام بدورة إسعافية
يحتاج شهر لتعليم طريقة إسعافي لزملائهم ولأنفسهم في المعارك. الآن كده بسود الإسلام وهذه الدورة كده بسود الإسلام ودرست عملية تعليم طريقة إسعافي في المعارك. عشان ما يقدر صابق رأب عليه مباشرة تفتح الإطار المحمولة تفتح الجهاز بس بعد تفتح الجهاز عشان تنزل السيارة عشان ما يضل هواء فيه عشان ما يضل هواء بس بدك تحاول القاعات مثل هي ما تكون القاعات مثل هي ما تكون كله بتكون لأني أنا فاتحة على الدم مباشرة بدخل قاعات هواء بتدخل على رئته بتموته فأنت بدل ما تساعده بتكون ضريته في مدينة طبقة تعليم المشاهدين الجيش الحر الإسعافات الأولية الدرس في إطار كتاب السيد الإسلام في 24 لواء التوحيد هيدا ليس نفس أريد في بعضها. فك بلم صلاة. أصحاب بعدين ترجع هيك كمان. كل واحد يجي يتعلم كل واحد. أهم عمل عند الوريد المفتوح تكون ضاغط عليه حتى ما يطلع الدم. هو طبيعي الحال يكون عنده نزيف من الإصابة. لازم يكون خالص نزف انت حاط له سيروم بس تعويض دكتور خالص ركب سيرومين مثلا الواحد سيرومين؟ اذا نزف كثير مثلا سيرومين على اليدين طب سيرين ما يخاف سيرين سكر سكر وخلي الواحد واحد يجي يتعب على مشاكل هاي معلش لا 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 هذا وريد مركزي هذا
شلون هذه الشراره؟ شلون هذه الدوره هي؟ وهذا بس مو مجاعه على كذا طبعا مش عارف حالات استثنائيه ما بينت معك هي الاولى بس اهم شيء السكر ايوه هي طلعت كبيره هي سكر هي سكر فكه قبل ما تعمل اي شيء بسيرهم اربط الدولاب ونزله لتحت اول شيء بتعملها تنزل الدولاب سكروا ايوه هيك مسكر فتحتها؟ سكر بس بدنا نعمل فيها شيء لا قصدي بتصير هيك؟ ايوه حدين شوفوا شيء مو لازم انت خيطون هيك بتصير ولو اني بفضل الخبز بس استلم عنا خبير معقمي عاملين فيها شيء هاي شو مدخول على بعض ماشي لحتى تفتحوا بس زحهم بينهم هيك مسكتوا حطوا هذا بس ماشي جرب لحتى يمسك لي اياها بهالاصابع ايوه بعدهم عن بعض ايوه لحتى تتاكد انك مسكت الابره باحكام اسمع هي الطقطقه لا هدول جايين على بعضهم انت بدك تراعي بيناتهم لتحت ولفوق ايوه لا هذا شو هذا؟ لا جديد جميل هذا مو مقعد مو هيك مقعد رايت مو هيك مقعد هل الدور خالص هيك؟ شي خالص شيلو؟ بتعرف تشيلو لحالك؟ مو محل معنا الدكتور هون شو الشيء اللي انتم عم تعملوه حاليا عم نجهز مجاهدين بكون عندهم خبره اساسيه لحالات الاسعاف الاساسي الرئيسي بحيث انه يوصل المصاب بافضل حال من حيث اما خياط جرح او ضمات او تركيب سيروم او ابر اسعافيه بحيث انه يوصل المجاهد او المصاب الى اقرب نقطه طبيه يتم فيها العلاج بشكل كامل طبعا هذا قدر الامكان حسب الحاله في المعركه ابسط الامور بالنسبه للمصاب ايقاف النزيف طريقه الاسعاف ما يكون اذا كانت اصابه ما تاسس مثل اصابه ظهر او اصابه عمود فقري او راس تكون طريقه الحمل او المعامله مع المصاب ما تسبب له اضرار في اوقات لاحقه يعني في عندك تركيب السيروم مشان تبين النزيف في الابر الاسعافيه الابر المسكنه عندك خياط الجرح خصوصا في المناطق اللي يكون فيها نزيف حاد ضروري تكسر عشان يخاف من النزيف في امور اساسيه اخرى ان شاء الله نتابع فيها ايش ناشد الاطباء اللي خارج السعوديه؟ شغلوا ضميرك شغلوا ضميرك يعني الشيء اللي انتم عملتوه الله يجزيكم الخير ما حدا عم بيقابلكم يعني انتم بالطريق انتم لاحظتوا في ضعف عند المقاتلين بالامور الطبيه بالامور الطبيه سبحان يعني الله ما في خبره ما في اي معلومه طبيه عند المقاتلين ابدا يعني اكثر حتى الوفيات اللي عم تيجي الشهداء اللي عم يجوا نتيجه نزف نتيجه اصابات سوء التعامل مع الاصابات ما عم يعرف التعامل مع الاصابات نهائي لا بطريقه الاسعاف لا بطريقه الحمل لا بطريقه وقف النزيف هي اهم الامور يعني في شهداء يعني عدد كبير من الشهداء اجوا من سوء التعامل معهم بدايه الاصابه الله سبحانه وتعالى اخذ امانته جزاك الله ناشد اصحاب الضمير الله يجزيك اصحاب الضمير من الاطباء ان شاء الله الله يجزيكم الخير الله يكرمكم انت لازم تكون طبعاً شيء بس تشيله من ايدك ما بدك تخلي معادن ايدك خالص شيل خاطر هلا بس بالنسبة شيله مشان تعلم ما تنسيش شيء هاي الأجهزة كلها عم تروح خلاص ساعات يجرح بيدهم عملوا بجيب بعقمه
هذا اسمه فورسيبس. هذا فورسيبس ملقط ماشي. هذا اللي حتى امسك فيه حواف الجرح، وهذا اللي حتى امسك فيه الابره بايدي التنتين. معقم الجرح بتاكد انه حوافه على بعضها، حوافه كلها حيه، ما في عندي شيء مضروب او فيه، بنضره بتاكد منه. بيكون هون الممرض مجهز الابره. إذا في شيء ما حد يعرف مثلا جوا عم ينزف هون عم ينزف لا بدك خياط أول شيء لازم تتكلم معه. مش صفر شيء مش لا 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 صار نزيفه مثل اذا بنطلع الغريب قطع الورقه شلون بدي ما طلع خط طلع 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 ايش يصير هذا نزف شريان هو اخطر من الوريد عادي كل اي جرح بصير نزف اي هذا كان هيك تعمل مود ضغط هذا نزف شريان ليش هذا ما في كل بندق بودره بودره طبيه وتتوصل على اقرب اذا ضل من مسك مثلا هاي الوريد وضعك ماش اي شيء تحط عليه وتضغط الرابط نفسه مو الرابط طيب كان بيعمل حتى انتم قلتوا لي كافي ان شاء الله تجهيزات في بودره خاصه للاطراف حصريا للاطراف يدين رجلين على الاقل جدع خاص حط على الجرح حيكون في النزف بالضبط عند الاطراف عند الصدر او بالجذع بالضبط عليه فقط ما في تكلف من اي مكان عندك جدع من تحت مثل ما قلت لك بس بالضبط طيب ايش حالته هيك يعني مثلا صوب مال اول هديك بلش بلشنا وقت طبيب انت مو طبيب انا نص الطريقه هاي تضغط على الجرح وتسكر له العرق حطيت الشاشات ما راح تكفي حطيتها قدر الامكان ما رجع حبك ما ضلك مجال تفكر لك مجال ايش حوالي ايش حوالي انا بس تحطي هلا الجلع ما راح بالاطراف هي البودره بس حطيته وضغطت لحال بنزيف ترجع بتلف فوق عادي حتى يسالني تفضل دكتور اهم شيء لازم الدكتور النظافه لانه هذا مجرد ما قيته فات له جرثومه هيك صار الجرح صار اسوء